وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من دبي المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل في مركز محمد بن راشد للفضاء. سيد شرف، بداية نبارك لكم اليوم الوطني الإماراتي، ولو تحدثنا عن الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجالات الفضاء. الله يبارك فيكم ومشكورين على الاستضافة والتغطية يعني المستمرة من قبل تلفزيونكم للبرنامج الفضاء الإماراتي. الحمد لله البرنامج الفضاء الإماراتي مر بعدة مراحل من تأسيس دولة الإمارات. من بداية تأسيس الدولة طبعا تكنولوجيا الفضاء يعني لعبت دور في بناء في دعم البنى التحتية عندنا في الدولة، من ناحية توفير خدمات الاتصالات وكذلك أيضا البث المباشر وأمور أخرى أيضا. فالقطاع مر بعدة مراحل من بداية تأسيس الدولة. المرحلة الأولى كانت مركزة أكثر شيء على استخدام خدمات فضائية عن طريق المحطات الأرضية اللي تم بنائها بالدولة. وفي التسعينات طبعا دخلنا مرحلة أخرى من مستخدمين إلى مشاكلين أقمار اصطناعية بإطلاق أول قمر اصطناعي تمتلكه دولة الإمارات، وفي هذا الوقت كان القمر الاصطناعي الثرية لإغراض الاتصالات. ومن 2006 طبعا كان في نقلة نوعية أخرى في قطاع الفضاء الإماراتي، والنقلة هذه كانت يعني انتقلنا من دولة مشغلة لأقمار اصطناعية إلى دولة مطورة لأقمار اصطناعية، من حيث تم تطوير القمر الاصطناعي دبي سات 1 ودبي سات 2 أقمار استشعار عن بعد، ومن بعدها خليفة سات. والحمد لله في 2021 في شهر فبراير دولة الإمارات حققت الهدف اللي هو الوصول للمريخ قبل اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة. وبهذا الإنجاز طبعا كانت يعني نقلة أخرى في قطاع الفضاء الإماراتي، بحيث انتقلنا من فقط يعني من مطورين إلى أيضا مستكشفين الفضاء الخارجي. فالحمد لله يعني مرت البرامج هذه أو قطاع الفضاء الإماراتي مر بعدة مراحل متقدمة الحمد لله في أقل من 50 سنة، واللي يعتبر يعني واللي تعتبر فترة وجيزة مقارنة بالدول الأخرى. نعم، تمنياتنا لدولة الإمارات الشقيقة بدوام التقدم والازدهار في كافة المجالات. من دبي المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، شكرا جزيلا لك.